الفنان طول عمره محترم وهيفضل طول عمره محترم مهما يعني تيجي رياح ضد هذا الاحترام والكيانة والقيمة. الفنان سفير لبلده في كل حتة، الفنان هو اللي بيساعد على تنمية المجتمع وعلى الرقي بالمجتمع وعلى مساعدة الأطياف والأفراد اللي في المجتمع اللي محتاجين ان هم، هو صوت المواطن، فنان صوت المواطن، فما ينفعش ان احنا نقول اي حاجة غير كده، واللي يقول غير كده يبقى مش عايش معانا في كوكب ده.